طب لو انا عايز خط محدد من الثلاثة، المفروض ان اخلي الخط الخارجي ده بينتمي لمجموعة من مجموعات الخطوط او ترانك جروب، فانا هعمل الخطوة بتاعت الترانك جروب او مجموعات الخطوط، ومش هحط جوه كل مجموعة غير خط واحد، فانا هحط جوه المجموعة رقم واحد الخط الاولاني، فيبقى انا لما اطلب المجموعة الاولانية فكأني بطلب الخط الاولاني، وهحط الخط التاني في المجموعة التانية، يبقى لما اجي اطلب المجموعة التانية كأني بطلب الخط التاني بس. خلينا نشوف هنعمل دي ازاي. بروجرام نجمع مربع بيطلب الباسورد، بنحط الباسورد، بنشوف الخطوة، نشوف كده 402 ترانك جروب، خطوة 402 ترانك جروب، تمام، انتر. طيب سي او لاين نمبر سبيكر اهو الاولاني في ترانك جروب واحد، تمام. طيب التاني في ترانك جروب اتنين، احنا كنا عاملينها من شوية، فاحنا طبعا باجي الاقي اتنين مفروض في ترانك جروب واحد ده الديفولت، فبكتب اتنين فبيحط الخط التاني في ترانك جروب اتنين، بخزن وبعدين بروح نكست، جيب لي الخط التالت في ترانك جروب تلاتة. لو انا موافق اوكي بخزن، مش موافق بكتب الرقم اللي انا عايزه، فانا عايز الخط التالت يبقى مع جروب تلاتة وبخزن. نكست، بروح على الخط الرابع واحطه في ترانك جروب اربعة، اربعة في اربعة وخزن. نكست عشان اجيب الخامس، واحط الخامس في ترانك جروب خمسة وبخزن. نكست، اجيب لي الخط السادس بحطه في ترانك جروب ستة وبخزن. بعمل نكست، بجيب الخط السابع واحطه في ترانك جروب سبعة واخزن. نكست، الخط الثامن احطه في ترانك جروب 8، اوكي. بعمل هولد، خلصت خالص، بخرج من البرنامج، بعمل الكود بتاع سحب الترانك جروب. ترانك جروب بتتسحب ب 801 للاولاني، 801 جابت الخط الاولاني، 802 جابت الخط التاني بالتحديد، مش اي خط، 803 جابت الخط التاني. وقت ما عاوز الخط التالت هعمل 803، الخط التاني هعمل 802، الخط الاولاني هعمل 801، ولو عندي الخط الرابع هيبقى 804 للرابع و805 للخامس وهكذا، لان انا عملت كل 8 خطوط كل واحد في مجموعة. لكن لو عايز اي خط فاضي والسلام بعمل زيرو. احنا في العادة زيرو بتطلب الاوبريتور، وتسعة بتجيب الحرارة، لكن الديفولت بتاع السنترال بيجي كده،